بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت قبل ما نبدأ الفيديو ناخد من وقتكم لحظة باش نعمل تعقيب صغير على الفيديو اللي فاتت نتاع مي القصوري. نشكر العباد اللي تفاعلت بإيجابية، والعباد زاد اللي قدمت نقد بناء، وتبادلنا الأفكار بطريقة حضارية، وعجبتني أخلاقهم، ومش خاطر متخلفين في الرأي معناتها هيك هو، والتعليق خليته ما فسختهمش، نجم تلقاوهم معناتها في تحت الفيديو. أما اللي تعليق اللي فسختهم وبلوكيتهم الناس، هما الناس اللي سبت، معناتها ما دخلتش باش تعمل تنقل أفكار ولا تناقشك ولا تنقدك ولا دخلت باش تسب. هذوكم بطبيعة الحال فسختهم، مش خاطر سبوني، خاطر تنجم أختي ولا أختك غدوة تدخل تتفرج في الفيديو وتقرأ التعليق هذاك، نصور عيب. ونشكر الناس معناتها اللي عطات ثقتهم فيا وعملوا ديزابونمون عندي في الشأن هذا، والله المستعان. به موضوع اليوم، فما علمانيين يلوجوا على الحق خاطر هما مو مشابطين من كوكب آخر، هو معناتها المصطلح علماني ما هو مسلم وتونسي كيف كيف كيفه معناتها الناس الكل كيف كيف يلوجوا على الحق. وفما علمانيين ما عندهم هو مسلمين زاد هما، خاطر الناس الكل مسلمة، نقعد ديما نقولها باش ما يقولوليش راك تكفر في الناس. يحبوا عاطين معناتها منظور يصطادوا معناتها في العباد. مثلا نعرفش نعطيكم صيد انا من اللي اصطادوه، واحد كيما البحر الجلاصي اللي انا صاع قبل كل شيء مانيش معاه البحر الجلاصي وما نحملوش، كي يطلع في التاج تقول ابو جهل يطلع ونعتبره انسان جاهل، هذه حاجه. يصطادوا في العباد اللي كيفوا باش يحبوا يوريوا للعباد اللي هذيك هي الشريعه وهذاك هو الاسلام، وراو الاسلام هو قصان دين وقصان ريوس وتطهير تاع بنات وبنية عمرها 9 سنين تعرس، هذا هو معناتها. وباش ينشروا الفكرة هذيك اللي هي قاعدة تنتشر، هذاك سبب خوف العباد معناتها من الاسلام والشريعة، والشريعة هي اللي شرع ربي للناس من عبادات طريقة المستقيمة معناتها ومن معاملات الى اخره في الدنيا. باهي البحر الجلاصي كي جابوه مثلا في البرنامج هذايا كلام الناس، جابوه محضرين الجمهور يصفق وعباد ماهيش قاعدة تتناقش، هو يستاهل الصح، ما باش يوريك مستوى معناتها على الأقل أنت تكون خير منه، ما هما جايبينه باش عاملين مسرحية يتمنيك عليه وعباد تصفق ويتضحكوا معناتها، حتى باش يقولوا حاجة باهية ما يقولوش. باش العباد يقولوا هكا اخ الاسلام كيفاش هذا هو معناتها تطبيق الشريعة، البلاد باش تولي البلاد تولي تخلف ونعطي بنتي عمرها 9 سنين، هي حاجات راهي ما عندناش، ما فماش في دين الاسلام حاجات معناتها يحبوا يدخلوها بالسيف او الطهر، بنيه وبنتك عمرها 9 سنين، تنجم انت بنتك عمرها 14 15 سنة، جاء واحد عمره 20 سنة اختبر وهي موافقة بل كل شيء صح في دين الاسلام، ما تنجمش تكره بنتك على الناس وهي موافقة، اما خير تعطيها حتى بالخطبة ولا تعرس مادام هي موافقة، ولا ترضاها ما تعطيهاش وتصاحبه رغم ان عليك انت وبالسرقة ويوصل ما يحمد عقباه، معناتها هذه امور تتفصل معناتها في الاخر ترجع للاب والام معناتها. ما هم يحبوا يردوها 10 سنين وتسع سنين ما تحكيت فارغة، يتفوا فيها يسطحوا فيها الامور وينظروا فيها من منظور خايف، والتلفزه العباد الكل تصدق اللي راهو في التلفزه، ولينا معناتها نخافوا احنا معناتها على الشيء هذا، معناتها كي راهو حاجات كيما هكا في التلفزه يقول لك هذا هو صار الاسلام والشريعه، الواحد يولي يشك حتى في دينه في الاسلام، معناتها شنو نعملوا احنا؟ لازم عباد تتكلم، وندعوكم اي واحد يعرف حاجه الحق مطالب انت باش تتكلم وتصلح الامور هذه باللي تقدر عليه. بندير مان دخل مداخلة ضحك بها العباد بالكدا وعباد تصفق وفرحان هو وشيخ عاد يوري في روحه فما دبنات وكذا نحسه يموت عليهم الفزات هذوك. دخل قال لنا جدي كان شيخ من شيوخ الزيتون عندنا شنو جدك على راسي وعيني نتشرفوا، واحنا كي كنا صغار كنا نقول وانا بابا يخدم بوليسي وانا بابا يخدم في الجيش وانا بابا خير من بوك يخدم محامي وانا بابا مهندس وانا بابا بياض وانا بابا مدري شنو، وكنا نبداو نتفاخروا على بعضنا. هذه حكايات شوريك يجيبونا في عباد تفهيم في التلفزه باش هيك معناتها هو معناتها اكاديميين ومثقفين هذا اللي باش يصلحوا لنا الامور، عباد ميته بالجوع وعباد مش قاعده تخدم، معناتها هذا اللي باش يحل لنا المشاكل نتاعنا احنا
لهذا الاسلام اللي هو كان نطبقوه احنا معناتها ونتبناهوه كفكر معناتها ودين بالضبط، يحل لنا برشا مشاكل نتصور، كان ما يحلناش مشاكلنا الكل على الاقل. اما بالمواضيع هذه تطهير البنات هو اللي باش يدخلك الجنه ولا النار، ولا تعطي بنتك عمرك 9 سنين باش تدخلك الجنه ولا النار، قطع الانسان مخه باش يفكر شي يقول له. هم يجيبوا لنا في مواضيع طيبه تزيد العباد تتلهي اكثر في امور اخرى، العباد تخدم العباد، حتى عباد في الريف مساكن ما عندهمش الماء. اه انت تحب تجيبوا مواضيع وتحلوا مشاكل الناس، حاول تجيبوا مواضيع على الاقل كيما هناك باش العباد تتفاعل. لما تجيب لي مواضيع كيما هناك باش العباد الكل تتفرج وتصبح تحكي في القهوه او بندير ما نسب ولا اخر ضربه وجمهور يضحك، العباد تبعد على الدنيا والدين ونضيعوا دنيا واخر، وينتشر الجاهل بالحق والجاهل مش ينتشر. وجوست باش اخر حاجه بندير مان هذا ماش انا اسمه هذاك، نقول بندير مان مانيش نتمنيك عليه ولا حاجه، هو سمى روحه هكا ديجا بندير. بندير مان قال اللي جد لا اله الا الله، قال اللي مجله الاحوال الشخصيه شارك في الكتابه نتاعها محمد طاهر عاشور وولده محمد فضل بن عاشور. هذه مغالطه كبيره ياسر، من اكبر المغالطات. وعند نشوفوا تو انسان كيما هناك يقول لي نجم نطلق عليه اسم جهل، مادام قال حاجه كيما هناك يقول في اي كلام وخلاص، معناتها باش العباد تصدق. انا باش نعطيكم الدليل المره هذه، والدليل تنجموا تلقاوه زاد عندكم به في مجلة الأحوال الشخصية، هو أمر مؤرخ في 13 أوت 1956 في وقتها تونس كانت مملكة، حتى بعد استقلت قعدت مملكة مدة عام. وقتها وقش مكتوب في الوثيقة هذه، الحمد لله من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية، سدد الله تعالى أعماله وبلغه أماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة. وأما بعد، بعد فما برشا معناتها حاجات باي جوست باش نعرفوا اللي هي صارت في عهد الباي، معناتها الطلب نتاع الفصول. الفصل الأول أخش يقول النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالأحوال الشخصية جمعت في تأليف واحد باسم مجلة الأحوال الشخصية. الفصل الثاني يجري العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غرة جانفي 1957 بدون أن يكون لها تأثير على الماضي، إلا أن النوازل التي ما زالت جارية في تاريخ غرة جانفي 1957 سواء منها التي قدمت قبل غرة أكتوبر 1956 أو بعدها تبقى خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا الأمر إلى أن تنفصل بوجه بات. باهي فما فصول أخرى لا مجال معناتها اللي ذكر. الفصل الأهم هو الفصل السادس والأخير، وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية ووزيرنا للعدل مكلفون كل فيما يخص بتنفيذ أمرنا هذا، وختم في 6 محرم 1976 هجري معناتها الموافق ل 13 أوت 56، مختوم الوزير الأكبر رئيس الحكومة والحبيب بورقيبة. ما فماش اسم، ما لقيتش نصور لهنا اسم محمد فضل بن عاشور ولا طاهر بن عاشور، معناتها فما بورقيبه ووزير ندري شنو وزير العدل ولا شنو، معناتها ماهيش موجوده. معناتها قبل ما تتكلم يا بن ديرمان وتغلط العباد لوج على الاقل، ابحث شويه واحكي، مش اي كلام هكاك. زاد المشكله اللي احنا اي واحد يحفظ كلمتين منه ومنه يحب يخلطهم مع بعضهم ويقولهم في اي مجال معناتها يحب يستشهد به، يخلط منا ومنا وكلمتين بالسوري سيجي بالضبط العباد الكل تصدق. وكاو هذا هو الحال اللي وصلنا له، خليكم تسمعوا مال الحكاية من عنده هو، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدتي مش اكتشفت اليوم جدتي ثقافة، جدتي حاجة منتشرة معناها incomplete السبيسيمين اللي نشوف فيها. الحاجة الأخرى نحب خاطر من بكري تفرول فينا أشك سوا تعطينا آيات قرآنية، كي أنا حسيت روحي أنا أبو لهب، حسيت روحي من كفار قريش. لا سيدي أنا مسلم وجدي إمام جامعة الزيتونة بوندون 20 جدي عبد السلطان الهاني من أول أساتذة في القرن العشرين تاع جامعة الزيتونة. والمشاكل الأحوال الشخصية يعني يمكن مناظرك لجهلك، أما لو ميسر وسي بن عاشور والشيوخ والذكارة الكبار نتاع الزيتونة هما راهم اللي كتبوا في مجلة الأحوال الشخصية. ونزيد نعطيك حكاية أخرى ونعذرك لجهلك، فهمتني أنت قلت شعري ما نفهمش شعرك منيح، اللي راهو مجلة الأحوال الشخصية هذيك راهي مستمدة
انظمات فردية من الشريعة. وحاجة اخرى راك تقول انا اللي يقول لا اله الا الله رسمي راني انسانده رب العالمين يحلف لنا على القرآن ومحليه حامل حمايه الدين هكا ويحلف على القران وما عنده حتى مشكله. لو العباد يحلف على القران قبل ما نلعبش نجبد لك المجازر معناها اللي ارتكبها الانسان باسمكم كوره واحد راهو اللي يقف وكان ربي راهو سبحانه. خلاص اشتبه عندي سامعني خلينا نكمل لك اشتبه عندي تعمل لنا في الجله فهمتني نتاع انا هاي هات ما انت كافر وانت تقول واحد عنده واحد الشيكيه صح فيها ما انت فاجر هاي انت ماسوني انت واحد فهمتني هذيك ما يجيش فهمتني. انا ننصحك بالحق والله ننصحك نصيحه لوجه الله ومستعد نعاونك حتى معناها كان تحب نعطيك الوامر. شوفوا خي والله يرفقوا لكن نحكي معك انا زي حاجات الدواء شو ليك قبيله خليني كمل خليني لا 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 ما تقصش عليها ما تقصش ما تقصش عليها 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 حرام ما كنت حرام ولا حرام ما تقصش عليها ما تقصش عليها خليني شو صار في شو خليني شو معك مختلفين بيع وتشتري في الأراضي. أنا بابا صاحبي شتي أنا بابا شتي صاحبي